أم هلا رح نروح لمحطتنا التالية وهي المحطة القانونية. اليوم طبعا بيصادف 2 تشرين الثاني واللي هو بعام 1917 ذكرى الوعد المشؤوم، وعد بيلفور واللي هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق. هي الذكرى هي كانت أول جريمة ترتكب بحق القانون في العالم. فإذا كان العالم تعود على أنه لكل جريمة حساب في القانون، فكانت جريمة وعد بيلفور وهي سرقة وسلب الأرض من أهلها وإعطاءها للصهاينة هي أولى الجرائم التي بارك المجتمع الدولي عليها، وعلى أثرها طبعا يعيش أهلنا بفلسطين النكبة والنكسة والاحتلال إلى يومنا هذا. وبالوقت نفسه سلمى موجود لوائح ونصوص قانونية رفعت الصوت عالي لضمان وحماية حقوق الطفل والإنسان، واليوم يلي عم نشوفها على أعين الملأ عم تنتهك بشكل وحشي وسافر في غزة وبمشاهدة لوحشية الاحتلال الصهيوني ومجازره بحق الأطفال والأبرياء وبصمت كمان عن جرائم عم تنتهك القوانين والتشريعات الدولية، نقائد وانتهاكات صارخة للقوانين والتشريعات. رح نسلط الضوء عليه اليوم ضمن مساحتنا القانونية مع المحامية الأستاذة رنا ديب. يسعد صباحك. صباح الخير لكم وصباح الخير لأخوتنا المشاهدين جميعا. صباح الخير أستاذة. يعني دائما لما نبدأ الحديث عن القانون نبحث، كل من يعلم بالقانون يبحث عن الإنصاف وعن الحق وعن العدل وميزان العدل اللي هو رمز للقانون في العالم. ولكن عندما نبدأ اليوم الحديث عن وعد بيلفور، هذا الوعد ما هي مشروعيته، ما هي حقيقة هذا الوعد، وكيف تشرعن دوليا حتى أصبح واقع مرير يعيش أهلنا بفلسطين إلى اليوم؟ نعم، بداية سلمى خليني أقول أنه وعد بيلفور اليوم نحن عم نحكي عنه، نحن ولا مرة رح نمل نحكي، ولو كانت الحكي ما عم يجيب نتائج ولا مرة رح نمل نحكي. نحن بجوز ولا مرة رح نتعود على الشيء اللي عم نشوفه على شاشاتنا، ولا مرة رح يكون سكوتنا نتيجة انه نحن اعتدنا المشهد. نحن بصراحة صرنا نخجل نشوف، صرنا نخجل نحكي. مع ذلك نحن كأصحاب قضية نحن ما رح نمل ابدا انه نسلط الضوء على كل الخروقات القانونية وكل شخص بمجاله. انا عم بحكي بمجالي كقانون، ولا مرة رح مل اقول انه وعد بيلفور هو وعد مخالف للقانون الدولي الإنساني. رح استعمل لغتهم اللي هن بيفهموها لحتى يفهموا كيف أنا عم بحكي، لغة بقصد التضليل، لغة الناس اللي ما عم تسمعنا، الرأي العام اللي ما عم يتجاوب مع كلمتنا اللي هي كلمة حق. ولا مرة رح نمل نقول، ولا مرة رح نحكي بشكل قانوني لحتى نوصل صوتنا دائما. وعد بيلفور مثل ما تفضلتي هو الوعد اليوم ذكرى الوعد المشؤوم اللي هو وعد. أنا خليني أحكي أول شيء للناس كلها أنه شو هو وعد بيلفور المشؤوم اللي نحن كل الناس بتعرفه. رح أحكي شوي هيك باختصار عنه. هو عبارة عن رسالة وجهها رئيس الوزراء البريطاني لأحد القادة الصهاينة، كان اسمه روتشيلد يمكن على ما أعتقد. وجهها قال فيها أنه الحكومة البريطانية تؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هي عبارة عن رسالة، هي لا معاهدة ولا هي اتفاق ولا فيني نزلها تحت أي كلمة من هدول الكلمات القانونية. ليش؟ لأنه هلأ بنحكي بالتفصيل ليش هي خارقة للقانون. خليني كمل شو جاء بهذا الوعد. فهي الرسالة توجهت للصهاينة بناء عليها بعام 1917 كان في هذا الوعد أنه الحكومة البريطانية رح تمد إيدها بالمساعدة وما رح تتوانى أبدا عن دعم الكيان الصهيوني بإقامة وطن. على تخيلي أنت الكلمة أساسا بحد ذاتها إقامة وطن، هل يحق لدولة أن تمنح حق لأحد بأن يقيم وطن على وطن قائم بذاته للعرب وللفلسطينيين؟ هذا بداية. يعني بهذاك الوقت كان في الحرب العالمية الأولى، كانت بريطانيا بدها تأخذ دعم من قبل الصهاينة لحلفاء بالحرب العالمية وتكسب أصواتهم، وبناء عليه تمت هاي الرسالة. إذا هي قائمة على سبب غير مشروع، فبالتالي هاي بداية هي غير مشروع. صحيح. هذا هو وعد بيلفور. من مثل ما تفضلتي وذكرتي انه هو كانت بداية لكل الآلام اللي عاش الفلسطينيين من وقتها لحد هاي اللحظة، لكل الانتهاكات، لكل الخروقات القوانين الدولية والقانون الإنساني، قانون الدول الإنساني والقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، لحماية الأطفال، ضربت بعرض الحائط من وعد بيلفور إلى ما هنالك.
كان في بعد اتفاقية سايكس بيكو كمان اللي هي عطت الحق للحكومة البريطانية انه هي تكون تقسم الاراضي وعطتها الحق حدود وهمية تعطيها سلطة على الشعب على الارض الفلسطينية وتمنح اهلها تحرم اهلها وابنائها من سلطتهم على ارضهم وسلطتهم على وطنهم. فهي بالنسبة لوعد بالفور. ليش وعد بالفور مخالف للقانون الدولي؟ لعدة اعتبارات. اولا وعد بالفور هو سلطه منحتها او هي حق منحته الحكومه البريطانيه للصهاينه باقامه وطن. هل يحق للحكومه البريطانيه ان تمنح سلطه على شيء لا تملكه؟ طبعا لا. هي لا تملك الارض الفلسطينيه، هي كانت دوله انتداب بهذاك الوقت، دوله انتداب لا تملك حق انه تمنح او ما تمنح. ثانيا اذا اجينا لهذا شكلا، اذا اجينا لمضمون وعد بالفور، هل هو مضمون شرعي؟ كل الاتفاقيات بالقانون الدولي بتقول انه الاتفاق بده يكون موضوع الاتفاق موضوع اخلاقي، موضوع يبيحه القانون. هل يبيح القانون متوازية تماما يعني متساوية بالضبط؟ هل يبيح القانون انه اعطي انا اسلب حق من 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 شعب عايش على الارض وهي ارضه ووطنه وبيوته وقراه ومدنه اني امنحها لاي شخص كان على وجه الكرة الارضية؟ ما هو الاعتبار القانوني اللي اتخذ اثناء منح هذا الحق؟ اذا هي اول اختراق قانوني. فيما بعد أخذته ذريعة الصهاينة، طبعا أخذوا ذريعة لوعد بالفور لحتى يقوموا بكل الانتهاكات اللي هلأ نحن عم نشوفها واللي كنا عم نشوفها من أول موعينا على الدنيا بالصراع العربي الإسرائيلي. وأنا برفض أنه يسميه هيك، لأنه مثل ما قلتي لازم يكون في تكافؤ بين دول. أنا ما بعتبر هذا كيان اخترع اختراع حطوه بأرضنا ابدا، ما ولا يوم كان هذا الحكي مجرد حكي، هذا حقوق يمكن ما قدرنا ناخذها بس نحن دائما رح نطالب انه ناخذها. نحن دائما بنشوف ضمن النزاعات والحروب لوائح وتشريعات ونصوص بتطالب بحمايه حقوق الانسان والطفل وهي القصص كلياتها. اليوم القانون كيف بده يتعامل مع هي الانتهاكات لحقوق الانسان والطفل بنفس الوقت؟ نحن دائما لما بدنا نحكي بشكل انساني فالانسانيه كلها لازم تشوف الصوره، هي الكلام الافضل بهيك حاله. بس انا برجع بقول القانون ما بيعول على ضمير الانسانيه، لانه قد يكون ضمير الانسانيه مفقود. رح نحكي قانونا شو هي الاتفاقيات القانونيه اللي نصت على حمايه الاطفال وخاصه في حاله النزاعات المسلحه، وكيف هن اللي وضعوا القوانين اللي اخترقوها قبل الكل. فنحن في عنا عدة معاهدات وعدة بروتوكولات دولية تنص على حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح تحديدا. طبعا حماية الطفل قائمة دائما في وقت السلم ووقت الحرب، بس نحن اليوم رح نسلط الضوء على النزاعات المسلحة. عنا أولا اتفاقية جنيف الرابعة. اتفاقية جنيف الرابعة قالت أنه لازم نحن نحمي المدنيين بشكل عام ونحمي الأطفال بشكل خاص كفئة محمية أثناء النزاعات المسلحة. هي محمية كرامتها، محمية حقوقها بالعيش بالبقاء بالاستمرارية على أقصى حد ممكن. هل اليوم تطبق هاي الاتفاقية الدولية اللي المفروض أن الدول كلها موافقة على هاي الاتفاقية وهي يعني من القانون الدولي؟ هل هذا الأمر يحدث اليوم؟ هل حقوق الأطفال محمية في غزة؟ لا. هل الأطفال بفئة محمية عن النزاعات المسلحة محطوطة بشكل ثاني ما لها علاقة بالنزاع؟ أكيد لا. في عنا البروتوكول اللاحق لاتفاقية جنيف الرابعة. البروتوكول الأول بيقول إنه الطفل مصان حقه وكرامته من أي خدش لحياته. اليوم الطفل لما عم يشوف امه عم تموت وابوه عم يموت قدامه وعم يشوف بلده عم تنهار وعم يشوف القصف وعم يشوف، هل هذا الطفل اطبق عليه البروتوكول اللي هن حطوه؟ اكيد لا. هي انا عم بحكي باللغه اللي المفروض انه لغه قانونيه دوليه يفهمها الناس اجمع. صحيح. وين تطبيق هذا القانون؟ لايمتى بنضل عم نقول انه لازم يطبق؟ ما لازم نقول انه في محاسبه تصير للي خالف القانون، للي خالف الاتفاقيات. صح. نجي هي اولا اذا اتفاقيه جنيف، البروتوكول المنبثق عن اتفاقيه جنيف. في عنا اتفاقيه حقوق الطفل لكل العالم بتعرفها، اللي هو انه الطفل مصان بصحته، مصان بتعليمه، مصان ببيئته الاسريه، مصان بكرامته، حقه بالبقاء، حقه بالتطور غير البقاء، تطور لاقصى حد ممكن، مراعاه مصلحه الطفل الفضله بكل قرار بده يتاخذ. هل هذا الشيء عم يصير اليوم؟ اكيد لا.
نحن اليوم بلشنا حديثنا ونحن عم نقول انه عم نحكي عن وعد مشؤوم لا صلة له بالتشريعات وبالقوانين. نعم. لنربط اليوم ذكرى وعد بالفور بالحدث اللي عم بيصير واللي هو ايضا حدث يومي للاختراق للقوانين والتشريعات بفلسطين، ان كان اتفاقية لاهاي، اتفاقية جنيف، القانون الدولي الانساني وكل الاتفاقيات اللي عرفت واللي للاسف بيوم من الايام حربت سوريا بهذه الاتفاقيات. دخلوا الى مجلس الامن الى الامم المتحدة واتهمت سوريا بانه يحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن ما يحدث في فلسطين لا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. لهيك تميزنا وبظل هي الحرب بتطوير القانون السوري للحديث عن مفاهيم حقوق الطفل وحقوق الإنسان. خلينا نعمل ربط بسيط، رغم 10 سنين أو 12 سنة من الحرب استطعنا أن نحمي الطفل السوري رغم كل النزاعات التي تعرضنا لها والحرب اللي ما زالت قائمة إلى الآن، وأيضا كل الدول المشرفة على الكيان الصهيوني ما قدرت تحمي طفل واحد من فلسطين. صحيح. هون سلمى، هذا سياسة الكيل بمكيالين. نحن نقتل طفلا إسرائيليا فبيقولوا عنا نحن إرهابيين، مجرمين حرب ومجرمين حرب، بينما الآلاف من الأطفال فما بينذكروا وبيتسلط الضوء عليهم. من أطفال غزة عم تنقتل كل يوم، ما حدا بيحكي فيهم أو بيلاقولهم مبرر، أو من يعني أطفال سوريا أو أطفال اليمن أو لبنان أو أي دولة عربية. بيتسلط الضوء على الوضع القائم حاليا في غزة، يعني على المأساة اللي عم نشوفها كل يوم. يعني نحن ما عم نقدر إذا بدنا نقول لبعض مرحبا بتكون غزة حاضرة بيناتنا، لأنه صحيح. اللي عم يصير أكبر من أنه يعني أكبر مننا كلنا، أكبر من أنه نتصور وعقل. يعني القانون السوري كان دائما هو يعني الطفل اخذ حيز كبير بالقانون السوري، ولكن مثل ما تفضلتي وقلتي نحن دائما الشيء اللي عم يصير عم يخلي القوانين تتطور باتجاه المتطلبات الحاليه. يعني اذا هلا بدي احكي عن سوريا وعن قانون الطفل في سوريا، بعام 2021 صدر قانون حقوق الطفل في سوريا بالقانون رقم 21 اللي هو كان في شغله جديده، يعني او اكثر من نقطه جديده. يعني مثل ما قلت لك الطفل دائما مذكور بالقوانين، يعني هلا اذا بترجعي حتى على القانون الجزائي، حتى على القانون المدني، حتى في عندك قانون كان قانون خاص وقانون احداث الجانحين، فبتلاقي انه نحن بيحكي عن الجريمه مثلا او بيحكي عن اي حادثه معينه القانون، وبيجي للطفل وبيخصص له ماده بيكون إلى اعتبار خاص، التعامل مع الطفل بشكل خاص، كونه طفل بنيته الجسديه ضعيفه، امكانياته او ادراكه خلينا نقول اهليته القانونيه احيانا تكون ناقصه حسب بانه فئه عمريه الطفل. فهو القانون دائما بياخذ بعين الاعتبار. حتى بيقول لك القانون هذا لسه قبل ما احكي عن القانون الجديد بيقول دائما انه مثلا الجريمه عقوبتها لنفترض كذا بحال ارتكبت بحق الناس، وتتشدد العقوبه اذا كان الشخص المجني عليه هو طفل. اذا دائما القانون اخذ الطفل بعين الاعتبار. حتى لما اجى القانون وحكى عن الاطفال اللي هن هلا سماهم جديد في حاله نزاع مع القانون وبتصير اللي هن احداث جانحين، شذ الطفل عن القانون لسبب ما، فكمان تعامل معه انه هو طفل وليس انسان بالغا راشدا، وبالتالي كان التوجه انه لاصلاح الطفل وخرطه بالمجتمع، اعاده دمجه واعاده تاهيله، ما اعتبروا مجرم، ما اعتبروا انه بيستحق عقوبه مثل بقيه الاشخاص. فدائما الطفل له اعتبارات خاصه. اجى القانون 21 جمع كل المواد المذكوره بالقوانين المتفرقه، عمل له قانون خاص بالطفل وهذا حق وبتتوجب تطوراتنا اللي عم نشهدها، وركز على نقطة مهمة انه الطفل مو بس هو الأسرة هي مسؤولة عن رعايته والاهتمام فيه، لا، الطفل ايضا الدولة تتكفل بكل مؤسساتها العامة والخاصة، عزز دور المؤسسات العامة والخاصة في رعاية الطفل، وصار في مصطلح اسمه الرعاية البديلة بالقانون الجديد، اللي هو انه لما بيكون الطفل فاقد لأهله، فاقد للناس اللي من حقها كقرابة انه تهتم وتعتني فيه، لا، نقل هذا الاهتمام بحال عدم توفر هدول الناس للدولة، للمؤسسات، عمل مؤسسات خاصة، عمل اشخاص مختصين برعاية الاطفال، هن قائمين على هي المؤسسات. انا برجع بقول سلمى لحتى اكون حديثي واقعي وليس معلش استعمل كلمة تنظير، القانون رائع جدا وحاط بكل الجوانب اللي ممكن الطفل يحتاجها، ولكن هل تطبيق القانون على أرض الواقع عم يكون مثل ما جاء في نص القانون؟ أكيد في أشخاص ما عم تلتزم بالقانون كما يجب، كجهات تنفيذية
يمكن ايه ويمكن لا، بس انا اليوم من هذا المنبر مسؤوله سلط الضوء على القانون وادعو كل الناس لتنفذوا بحرفيته. بس الاروع من انه يكون عندنا قانون جيد وبحيط بكل الجوانب انه يكون تطبيق هذا القانون على حيز الواقع جيد. ولحتى اربط حديثي بالحديث اللي كنا عم نحكي، كمان القانون السوري قال لازم الطفل يكون بعيد كل البعد فرض عن النزاعات المسلحة. لازم الطفل ما ينجر لها، حتى بيقول لك الطفل لازم تحط على مستوى العمل قبل النزاع. يعني تخيلي العمل ممنوع تشغيل الأطفال تحت سن ال 15، بحال تم تشغيلهم بعد سن ال 15 ضمن شروط خاصة وظروف خاصة وإشراف من قبل الدولة على مكان العمل وعلى ظروف عمل الطفل لحتى يناسب بنيته الجسدية وإدراكاته. فما بالك انت باجترار الاطفال نحو نزاعات مسلحه. صحيح. ولا تنسي انه سوريا من الدول اللي هي مصادقه على اتفاقيه حقوق الطفل. شو يعني دوله مصادقه على اي اتفاقيه دوليه؟ يعني ملتزمه ببنودها وبكل ما جاء فيها. نقطه صغيره التزمت فيها. اذا دوله ما انا ملتزمه او ما انا مصادقه، مو في شيء اسمه قانون عرفي اللي هو يجب الالتزام به في بعض الحالات وبالذات مثل حالات الحرب، سواء كانت الدوله مصادقه او لا؟ طبعا هلا ان القانون الدولي ملزم لكل الاطراف. يعني لما بحكي انا عن قانون دولي، لما بحكي عن اتفاقيه او معاهده، ففي اشخاص بتصادق عليها، في اشخاص بتتحفظ، في دول عفوا بتصادق على هي المعاهدات، في دول بتتحفظ على بعض البنود، في دول ما بتصادق. بس لما بحكي ان احنا نحكي عن الخروقات، احنا عم نحكي عن قانون دولي، القانون بيشمل الجميع. ما فيك تقولي واحد قبل واحد ما قبل، هذا قانون، القانون وضع لكل الأطراف. وخاصة لما بحكي عن قانون حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، فكل أطراف النزاع مسؤولين أنه يلتزموا بقواعد وأحكام هذا القانون. أكيد بالنهاية، وإن شاء الله هيك بيكون في لقاءات قادمة بنحكي بشكل موسع أكثر، ولكن للأسف خلص وقتنا معك الأستاذة المحامية رنا ديب. أهلا وسهلا فيك. كل الشكر إليك وللجميع. شكرا لك أستاذة رنا. شكرا سلمى.